مصر مصر حرية البشرية الشعبية بيان لكل الأمة من مواطن مش مسؤول زمن الكرامة ابتدى علي صوتك يلا قول شعبي في أشجع ناس وأطيب ناس وأوعى قول عمره ما وهدى راسه تاريخه كل العصور كتب تاريخه بدمه واتظلم من ناس في بلده لو جت من حد غريب ما كانش حزن ما كانش همه لكن صبر في جوعه وفقره برضه ضحى بعمره قولي مين في الآخر رغم كل ده حب بلده حقوق كتيرة ضاعت فيه سنين طويلة عدت بيه كتم ألمه جواه كان كل همه يعيش مسالم فيه طلب حاجات بسيطة سكن أكل شرب مأوى ولما ما كانش حاجة قال خلاص أنا عاوز الرحمة اتدفن جوه أرضه حي ويموت لو قال لأ أدينا قلنا خلاص صوتنا واحد وإيدينا واحدة افرح يا شعب حقوقك جاية احنا كسرنا الألم وهناخد كل حق واحد حس إنه اتظلم وكل بيت فيك يا بلدي حيرفع العلم واكتب يلا يا تاريخ عن أبطال هذا الزمن كل اللي طالبه يلا نبني ونحافظ عليها ونقف قدام أي حد عاوز يخرب فيها بعد 25 يناير حرية أكبر ثورة حصلت في تاريخ بشرية علمنا العالم معنى الثورة شعبية وكل شهيد حفر اسمه في تاريخ الأمة المصرية بعد 25 يناير حرية أكبر ثورة حصلت في تاريخ بشرية علمنا العالم معنى الثورة شعبية عاشق لحظة من أرضك هي مصر يعني ايه أرجوك فكر بلاش على صورة الرد علشان ردك حيكون من أجمل 85 مليون رد هي بلد ولا أرض عشنا فيها بنحبها حب ملوش حد ولا جامع جنب الكنيسة وناس عايشة مع بعض تسامح وود تعالى نتكلم جد مصر فوق الجميع مين الجميع شعوب العالم جميع تدخل أجنبي وضيع نبني قدامه سد منيع عمري ما سيب بلد بتيع قدرنا نثبت للعالم ان مهما اختلفت آرائنا احنا واحد شعب متحد عايز بلده جميلة وبس ايوه هنتغير هو ده الوقت اللي نحط فيه عرس ام الدنيا تاج الفخر والعز ونقدر ننجز هنراجع نفسنا ونبذل جهد وباذن الله نوصل لبر الامان جيش والشعب ايد واحدة ومصر قدام عينينا هنصونها ونرجع لها حقها وساعتها بلدنا تنضف ويبقى حصاد النص بعد 25 يناير حرية اكبر ثورة حصلت في تاريخ بشرية علمنا العالم معنى الثورة شعبية وكل شهيد حفر اسمه في تاريخ الأمة المصرية بعد 25 يناير حرية أكبر ثورة حصلت في تاريخ بشرية علمنا العالم معنى الثورة شعبية عاشق مصر اشبهنا بدمنا عكفنا من هنا بدأنا الظلم سبقنا في البحر غرقنا زماننا قلقنا دلوقتي فوقنا بقوة صرنا قوة شبابنا بدايه أحلامنا قضينا الفرصة والتغيير قدامنا شعب بيكتب تاريخه بإيده بيكتب الحكاية أمة مصرية مسلمة مسحية جاية تقول كفاية حكاية شعب رفع راسه شعبنا العظيم أساسه شعب مصر طيب راسه الثورة شيء من تراثه افتح الصفحة البيضة انفخ الغيمة السودة نبدأ نتعلم من الأول كأننا أطفال في الروضة بإيدين شبابك السمر اسرح في وسط الضلمة بدر قاموسنا مفهوش كلمة غد حققنا حريتنا والمفتاح كان الصبر وشاهد في القبر شال عن بلد رصاصة واستقبلها في الصدر أيوه هتفضل مصر وكل خطوة بنصر عصب الأمة شباب في أزمة عدونا وحطوا عدونا 25 يناير حرية أكبر ثورة حصلت في تاريخ بشرية علمنا العالم معنى الثورة شعبية وكل شهيد حفر اسمه في تاريخ الأمة المصرية بعد 25 يناير حرية أكبر ثورة حصلت في تاريخ بشرية علمنا العالم معنى الثورة شعبية عاشق مصر 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 مصر